أنت ده اللي أحبه. درويش باسم عزيزي، ظننت أنك مت. ما كنت أخشاه لك أيضا. ما الذي تفعله هنا؟ إن ملابسك، أنت واحد من الملاك. كيف؟ مستتر، أعمل تحت قيادة روشا. أعذرني، هذا لا يصدق. حين لم أعثر عليك وسط الموتى، رجوت أن تكون قد فررت بشكل ما. قضيت ليال أدعو الله أن تكون حيا وأن يرزقك السلامة، واليوم أجاب الله دعائي. لست جديرا بدعائك. لم يكن ما حدث في تلك الليلة بسببك، بل كان من عمل رجال أشرار. تعلم هذا، ولهذا اخترت أن تمضي في هذا الطريق، ولهذا التمست أنا طريقي إلى بغداد. إن عليا ابن محمد رجل طائش ويحسب نفسه بطلا عظيما في إحدى النبوءات. كم أبغض ذلك الرجل، لكننا نقاتل عدوا واحدا، عدو يجب أن أهزمه إذا أردت لنفسي السلام يوما. إذا فما قيل صحيح. أنت التاجر المتمرد الذي كان يساعد نور. ماذا حل به؟ إنه يجاهد للبقاء حيا، لكنه آمن وسط قومنا. سأكمل عمله وأطارد طغاة بغداد. كان علي يساعد نور على الاقتراب من مثل هذا الرجل، لكنه اختفى منذ ذلك الحين كما تعلم. لم يختفي، بل وقع في الأسر، وهو مصير تقاسمه العديد من المتمردين مؤخرا. هل تعرف أين مكان احتجازه؟ لقد اقتادوه إلى بوابة بيت حرس خراسان، لكن مضى على ذلك عدة أسابيع. صرت تنصرف مثلهم. تسرني رؤيتك مجددا. انتبه لنفسك، قد يرعاك الآن من هو أفضل مني، لكنني ما زلت عجوزا لحوحا. ويا باسم، أشعرت يوما بالقليل من اللصوصية؟ زرني، يمكنني الاستعانة بمساعدتك والهدف النبيل بالتأكيد. سيحاولون ردعي على الأرجح. وقد قتلت بضعا منهم، وهم يحاربون الشمسون ونائلين، وكذلك انا. دعني ان اتمكن من استمتاعهم. اصبر. حسنا.
الخارج ولا أبداً. بل مت أنت أيها الأحمق. لا 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 تفعل، دعه. يا أخي دعه، لا تحمله. أين هذا الرجل بيشي؟ يا الله، أين أنت يا بيشي؟ اقترب منه. قلت لك اقترب منه أيها العصفور. هذا ليس عصفورا، هذا نسر. إنه نسر. أين هذا بيشي؟ آه ها. وجدتك يا بيشي، وجدتك. لا لا يخدعك. مجرد حقيقة وليست خدعة. نحن جميعا إخوة نقف إلى جانب بعضنا. وإذا هل أنت بيشي؟ إنني حليف نور، تعرفه صحيح؟ نعم أعرفه. من هذا العبد الزنجي؟ حين رأيته آخر مرة. أهو حي؟ نجا بك، لكنه بأمان. واخد عنيد. إنه الأخت يعقوب، سيستر جيكوبس. باسم. حسنا يا باسم، ألديك نصل غير سكين الزبد الذي تحمله؟ لعلك ترغب في سلاح أكبر منه الآن. لماذا؟ هل ستنطلق للبحث عن علي؟ ليس الآن، هؤلاء هنا نصف رجالي فقط، الباقون محتجزون عند الميناء في آخر هذا الطريق. قد يكون عددنا أقل مما يلزم من شأن الهجوم. إذا أردت إنقاذ رجالك يجب علينا السعي للحذر. سأذهب في هدوء. أطلب من هؤلاء الرجال أن يكونوا متربصين ويرافقوا من نحرره. إن قومك جميعا يفكرون بنفس الطريقة، لكنها خطة صائبة. هذا من هذا؟ أتود صناعة أنغامنا لبهجة؟ ليس لدي ما. آه، يريدني أن أدخل إلى هذا المكان. لماذا تهربون؟ ما هذا؟ كأنهم رأوا جني أمامهم. ما هذا؟ لا تفعل. أين أنت أيها الحرس؟ تعال إلى هنا. تعال. حسنا. ماذا الآن؟ عينيك يا صديقي. ما هذا يا رجل؟ ما هذا؟ كم شخص هنا؟
كم شخص أسير هنا؟ الآن علينا أن نجد الثاني. من هذا الشخص؟ ما هذا؟ هو هنا. لن أنت كف عن هذا يا لحمق. ماذا تريد مني؟ ماذا تريد مني أيها الأحمق؟ إذا نشرب الدواء تبا لك أيها الأحمق. تعالي إلى هنا. تحرك يا باسم تحرك. مت. اذهب يا مينا وعثر على بيكشي. علينا أن ننقذ باقي الرجال. علينا أن ننقذ باقي الرجال. أنت تعال من تعال. لا قتلوني 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 قتلوني. لماذا؟ لماذا؟ Hey!
لا 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 حول ولا قوة إلا بالله. من الأرض ساعدني يا حد. أي يا باسم قل الحل الوحيد هو أن أختبئ في هذا التبن. يا ويلي there's one guy there. Thank you.
أنت مثابر يا باسم. لن أفعل سوى واجبي. سنشهد معا نهاية العلة التي ألمت بالمدينة. لا تبحث إلا عن الغول، يتحدث الناس عنه لكن أحدا لم يره قط. ما الذي تعرفه معاً؟ إنه يأخذ أعداء الخلافة ويجبرهم على الحفر في الصحراء، السجناء، المتمردون، العمال، ولا أدري ما الذي يبحث عنه. أسر هؤلاء الرجال مع علي منذ أسابيع مضت وكانوا سيهلكون تحت الرمال. لكن ليس عليا، لقد اقتادوه إلى مكان آخر، ميزون بعلامات وفرقونا. كان علي مع مجموعة أخرى، أرادوا استجوابه عنك وعن أصدقائك. هل تريني هذه العلامات؟ فيما تفكر؟ لقد اقترب علي ونور من الغول اقترابا جعله يلاحظ ذلك. إذا وجدنا عليا فقد يرشدنا إلى الغول. إنها مجرد طريقة واحدة، ربما توجد طريقة أخرى. سأذهب إلى حيث يرسلون هؤلاء الرجال وأتظاهر بأني أسير. هل أنت مجنون؟ بل عنيد فحسب. خذ إليك هذه. ماذا أفعل بها؟ إنها عملة خدمة، سيساعدك من يقدرون قيمتها قدر ما يستطيعون. سأرسل الرجال ليحتشدوا عند الطاحونة المائية في الطرف الشمالي، إنها إحدى معاقل المتمردين، ستجد هناك ترحابا. وفقك الله. بارك الله فيك.